لحقوق الضحايا كتم وقفة أمام السفارة الفرنسية تنديدا بموقف القضاء الفرنسي بإطلاق سراح جاك بوتيي المتابع على خلفية مجموعة من الشكايات في المغرب وفي فرنسا بالاغتصاب والتحرش والتجارة في البشر هو مجموعة من الناس. الشابات المغربيات واستغل الشابات الفرنسيات والمغربيات بفرنسا استغلال جنسي بيدوفيل استغل القاصرات وانتهك الحرمات ديالهم واستغلهم جنسيا المجرمين المنتهكين لأجساد البنات والشابات خصهم يكونوا رهن الاعتقال مكانهم هو السجن ماشي مكانهم هو الحرية. أعضاء وعضوات ديال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا نشرحوا ونشكروا كذلك الضحايا اللي حضروا والأسر ديالهم من مختلف المدن والقضايا الاخرى اللي كتبناها الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا. هذه الوقفه هذه كما قالت السيده الرئيسه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا الاستاذه عائشه قلاع كتجي على اثر الموقف الغير المفهوم والغير المستساغ للقضاء الفرنسي الذي افرج عن المتهم جاك بوتيي اللي هو موضوع شكايه امام القضاء المغربي ب المحكمة الاستئناف بطنجة واللي الوكيل العام للملك حال الملف ديالو ومن معاه على الشرطة القضائية اللي حالته فيما بعد على الوكيل العام وتفتح ليه ملف تحقيقي وانتهى فيه التحقيق وأحيل على غرفة الجنايات. وبالمناسبة هذا الملف مدرج يوم 28/3 الساعة 9 صباحا بمحكمة الاستئناف بطنجة. هيئة الدفاع والأسر والضحايا طلبوا من قاضي التحقيق باش تفعل اتفاقية ديال التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ومع كامل الأسف لحد الآن لم تفعل لا من جهة القضاء المغربي اللي حتى هو بدوره كنحملوه حنا كجمعية مغربية لحقوق الضحايا المسؤولية لحد الآن لم يتم تفعيل اتفاقية التعاون القضائي وهذا كنا كنتخوفوا منه وعبرنا عليه مرارا وتكرارا وهذا كيجعلنا كذلك نتخوفوا من ان باقي الأظناء اللي هما في حالة صراح وماشي في حالة صراح وما في حالة فرار وكيتواجدوا فوق التراب الفرنسي يتقدم لهم الدعم والمساندة بحال الدعم تقدم جاك بوتي. هذا الشيء كله قدام من كيتم امام السلطات الفرنسية امام الدولة الفرنسية التي تتبجح مؤخرا في الاتحاد الاوروبي بكون ان المغرب وفي المغرب ما كتعطاش الضمانات للمحاكمة العادلة وما كتضمنش الحقوق ديال الانسان ديال المتهمين. حنا هنا ماشي باش جينا باش ندافعوا على الدولة المغربية ولا على اي كان ولكن كندافعوا على واحد الحق اللي مضمون لينا بالدستور ومضمون بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان. لحد الان الدولة المغربية فيما يتعلق بالناس اللي كانوا موضوع تشكي تم الايقاف ديالهم وتبع منهم في حالة اعتقال والبعض في حالة صراح فاذا به واحد منهم تيفر الى فرنسا والى كما قالت الاستاذة عائشة الى الاونة الاخيرة كان كيسير اكبر مجموعة مالية. جاك بوتيي يعتبر من الارقام الرقم 7 في فرنسا. نحن في الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وأمام الموقف الغير المفهوم ديال الدولة الفرنسية لا نستبعد أن السلطات الفرنسية وعلاش درنا الوقفة اليوم قدام السفارة باش نقولوا لها بأنه المغاربة والمغربيات والمجتمع المغربي ما كيمكنلوش يتحقر وغادي يمكن نديروا متابعين هذه القضية حتى أمام القضاء الفرنسي. لذلك احنا نداءنا والميساج اللي بغينا نوصلوه اولا اننا كنندوا بهذا الموقف وكيجعلنا نستغربوا هذا هو القضاء الفرنسي اللي بغاو يعطيونا به المثل هذا هو القضاء الفرنسي اللي بغاو يعتبروه موديل ديال التطبيق امام القضاء المغربي. انسان عنده 19 شكايه في المغرب وعنده 3 ديال النساء تحرش بهم وشكل عصابه ديال الاتجار في البشر بقرائن وحجج ثابتة وبتصريحات من خلال الناس اللي كانوا كيخدموا تحت الإمرة ديالو ويطلق سراحه عنوة وضدا في حقوق الضحايا مستغلين التوتر القائم ما بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. احنا هادشي ما كنستبعدوش ولذلك
كنقولوا من هذه الوقفه هذه اننا نندد بهذا الموقف، نطالب السلطات المغربيه القضائيه اساسا رئاسه النيابه العامه بان تفعل الملتمس المتعلق بتفعيل اتفاقيه التعاون القضائي التي تم تعطيلها من الطرفين، وهذا على حساب حقوق الضحايا. لحد الان قاضي التحقيق بطنجة لم يفعل هذه المساله، وانا تنحمل المسؤوليه وحنا كجمعيه للقضاء المغربي، وكنحمل المسؤوليه للقضاء الفرنسي اللي بغى يعطينا اليوم دروس في احترام المحاكمه العادله وفي احترام حقوق الانسان. هيهات هيهات، اذا كان بيتك من زجاج ما تضربش الناس بالحجاره. نقول لمن ينوب عن السفير او السفيره التي غادرت التراب الوطني ان المغاربه والمجتمع المغربي والمحامون والهيئات الحقوقيه لن تسمح ولن يعني تتنازل عن حق الضحايا سواء فوق تراب المملكه او فوق الجمهوريه الفرنسيه. وبالتالي كنناشد كل الحقوقيين وكل الغيورين من اصدقائنا سواء في المغرب او في فرنسا ان نشكل جبهه موحده لمواجهه هذا الحكره وهذا التعنت اللي باغا دير فرنسا مع الدوله ومع الشعب ومع المجتمع، وما غيمكنش نقبلوا بهذه المسائل. بان الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا نظمت هذه الوقفه هي باش تبلغ، وحنا رمزيا نظمناها امام السفاره والقنصليه الفرنسيه باش نصيفطوا ميساج بان القضاء اللي بالاتفاقيه الدوليه اللي كتحمي الضحايا المدافع عن حقوق الضحايا المفروض فيه يحمي الضحايا ماشي يحمي المغتصبين. جاك بوتيي باسكي لي سانوم غيش اي بويسون. القضاء الفرنسي قبل حفظ شكايات كانت رفعها ضده، اليوم كيعطي الافراج المؤقت وهو مرتكب اخطر الجرائم، التجار بالبشر واغتصاب قاصر. هذا سان بيدوفيل اللي كيغتصب قاصر، ما يمكن ليش نخرجو نعطيه الحريه ونتابعو في حاله سراح مؤقت. لذلك حنا اليوم بغينا نوصلوا صوتنا اللي هو صوت الضحايا بان القضاء الفرنسي يراجع نفسه في هذه المساله، على اعتبار ان هذه الا كانت دوله اعلى الامر العالمي لحقوق الانسان ودوله الحقوق والحريات كان المفروض اولى بها تحمي ضحايا جاك بوتيي وتشجع على انهم يبلغوا ماشي تشجع على الافلات من العقاب. هذا القرار فيه تشجيع على الافلات من العقاب. كنتمنى ان الامور ترجع لنصابها من خلال الاجراءات اللي غادي يديروها زملائنا الفرنسيين بفرنسا اللي متابعين هاد الملفات، وبالنسبه للشكايات المستقبليه اللي غنوضعوها كذلك لضحايا اخريات بباريس، كنتمنى ان القضاء ينصف الضحايا من حقهم. كل المواثيق الدوليه كتعطيهم الحق باش يطلبوا الانتصاف ويطلبوا جبر الضرر، مع الاسف مثل هذه القرارات كترجعنا للوراء وكتشجع على الاغتصاب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.